السلام عليكم، اهلا حبيباتي، كراكم دايرين؟ لاباس ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل لاباس وبخير يا رب. قبل ما نبدا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم جيت نخدم معكم وصفه في وقتها مليحه في وقت البرد، عصير الليم تاع الليمون. كما راكم تشوفوا راه وقتو راه رخيص، تنجموا تخبوا تكونجلو تاكلوه، بروفيتيو فيه. ديروا هاد القشره كما راكم تشوفوا راه بوي القشره الفوقيه، كما راكم تشوفوا القشره اللي تجي من الفوق يا خضراء يا تجي صفراء. نجمو تكونجليوها، نجمو ديروها في وقت الصيف تحتاجوها، نجمو تخدموا بها الكاطو حلويات، ولا ديروا بها كروكي ولا كيكات، كلشي كلشي اش بغيتوا ديروها تجي بنينه. اليوم نديروا الليم، عصير الليم قارص. كما راكم تشوفوا هاد القشر كامل هنا نديروا باش نضيعوا حتى حاجه، كلشي نحتاجه. نربي معكم كامل هاد الحبات، خمسة الحبات راه مليحه لاغريب الليم، يقوي الجسم، عنده فوائد كثيره، كتبوا في اليوتيوب يخرج لكم كامل الفوائد. كما راكم تشوفوا كملوا كامل الحبات، ومن بعد نقشروهم كما نقشروا البطاطا، نقشر القشره اللي تجي ما تعطيناش بنه مليحه. شوفوا كامل القشره الفوقيه ربيتها هنا، نقشرها نخلي اللي يمضي من الداخل. ثانيه كاش نعظم ولا نقلعوه ولا كامل الشوائب اللي ما يصلحوش نحوهم ونرحيوه. اللي عندها الغرف ديروا في الغرف الحاجه اللي عندك مرحيوه فيها، قطعوه باش نسهل على الروبو تاعنا، قطعوه عشوائي كما كتشوفوا. نحاولوا هذا الوسطي من الداخل، مول ما عنده لا بنه لا والو. العظام تاني اللي يكونوا في نحوهم له، كمل كامل الحبات عاد نرجعوا مع بعض. هنا كما تشوفوا القشر تاعو كامل ضيفتو الليم اللي قشرناه، هذاك الاخر نرموه، بصح هذا نطحنهم كامل مع بعض باش يكون صحي. ديروا العسل الحره، ديروا زوج مغارف ولا ثلاثه، واللي ما عندهاش دير السكر معليش، خاصه اللي يكون عنده نزلات تاع برد ولا ماذا بيه يدير العسل الحره، يعاون في الشفاء، ربي يشفي كامل المرضى يا رب يعافيكم. نرحو نضيفوا شويه ماء، قدر كاس ماء، نرحوهم مع بعض وندير فوق ورقه نعناع، اي الورقات ماشي الجذور تاعو ولا العروق ولا اي الورقات. نغسلوهم مليح، نشفوهم ونضيفوهم معهم ونرحوهم مع بعض، تعطينا بنه رائعه. بعد ما نرحوهم نعاود نصفوهم في الصفايه، نديو العصير وندوقو. الا خصو الحلاوه نضيفو له العسل ولا السكر، ولا كان مليح خلوه كيما راه، والله غير رائع في فصل الشتاء. ولا تحبوا تعصروه وتحطوه في الكوبلي وتكونجلوه تخبوه الوقت اللي يكون غالي تحتاجوه، تجبدو كل نهار اي واحد. هنا نزين لكم، قطع لكم نص دائره تزيين بسيط، ولا خلني نشوف من هاد اللي يجي ليموناد هاد الحوايج من الحانوت تاع هكا خير صحي ان شاء الله ديروه. ما حد اللي راه كاين وراه رخيص، ما يفوتش 15 في الكيلو، 20000 ما يفوتاش. ان شاء الله وصفه تاع اليوم تعجبكم، على بالي كامل تعرفوا كامل اخواتي يعصروا الليم ويديروا السكر ويعطيو لولادهم. شكرا على التعليقات الرائعه، ربي يجازيكم كل خير. ما تنساوليش جام، وصلت لهنا ما تنساليش جام لايك، اللي دخلتوا جداد مرحبا بكم نورتونا، لا تنسوناش الاشتراكات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. صحتكم، يبقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.